هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياسي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استاذه هالة وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن لسه في ارتفاع في درجات الحراره وايضا نسب الرطوبه، وده يمكن بيزود احساسنا بدرجات الحراره، فاخبار الطقس ايه النهارده؟ بالفعل اليوم بنشهد استمرار لارتفاع درجات الحراره، يمكن اللي بدا من منتصف الاسبوع، بل اليوم تحديدا هو ذروه الارتفاعات في درجات الحراره، وبالتالي متوقع اليوم نسجل اعلى درجه حراره على مستوى هذا الاسبوع اللي هتوصل بالفعل اليوم، او متوقع انها توصل بالفعل اليوم لحوالي 39 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، هيتم قياسها في الظل، هتوصل طبعا اليوم ل 43 و44 على محافظات جنوب الصعيد ايضا بيتم قياسها في الظل، وبالتالي نسب رطوبه مرتفعه وهدوء تام في سرعات الرياح اليوم، واجواء مشمسه تماما نتيجه وجود امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي هتخلي درجات الحراره المحسوسه اعلى من درجات الحراره اللي هيتم قياسها بمعدل درجتين لثلاث درجات. يعني اليوم ممكن المحسوسة على القاهرة توصل ل 41 وربما كمان 42 درجة مئوية. السواحل الشمالية بالتأكيد صاحبة النصيب الأكبر من ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي المحسوسة على سواحلنا الشمالية ممكن توصل ل 34 ممكن كمان 35 درجة مئوية، وزي ما أشرنا اليوم هتكون أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع كله، وهدوء سرعات الرياح هيكون من ضمن أهم العوامل اللي هتخلينا نحس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة. بالتأكيد في المقابل خلال ساعات الليل هتكون درجات الحرارة أيضا مرتفعة تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اللي هتكون خلال ساعات النهار، وبالتالي ممكن خلال هذه الليلة هنلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة عن الليالي الماضية بمعدل درجتين تقريبا، وبالتالي أقل درجة حرارة هنسجلها الليلة أو متوقع نسجلها هذه الليلة هتكون في حدود 28 درجة مئوية، وممكن خلال ساعات الليل نبدأ نلاقي بعض نسمات أو هبات الرياح الخفيفة على مناطق من القاهرة وبعض محافظات السواحل الشمالية، وبالتالي باقي مناطق الجمهورية يمكن هتحس بحالة كبيرة من الدفء خلال ساعات الليل، وطقس خلال ساعات الليل هيكون مائل للحرارة بشكل ملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية. لكن اللي يمكن الشيء المبشر هو انه بدايه من غد الجمعه ان شاء الله متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائيه شويه مع وجود امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا، وكمان هيكون في نشاط رياح ملحوظ على اغلب مناطق الجمهوريه، وبالتالي من بكره في انخفاض في درجات الحراره بمعدل درجتين لثلاث درجات الحمد لله، وهتبدا تعود العظمى بدايه من بكره على القاهره لل 36 وممكن 35 درجه مئويه، وزي ما اشرنا هيكون في نشاط للرياح وجود بعض السحب الخفيفه كمان خلال ساعات الصباح على شمال الجمهوريه. الحقيقه عوامل كتير هتخلينا نحس بدرجات حراره محسوسه مش عاليه قوي، يعني ممكن الطف شويه، يعني بكره الجو هيبدا يبقى الطف شويه إن شاء الله، وهتبقى كمان ال 36 اللي هيتم تسجيلها هنشعر بها وكأنها 37 درجة مئوية أو 38، يعني الإحساس بالحرارة مش هيكون بعيد قوي عن درجات الحرارة المقاسة، وده هيستمر معانا اليوم الحد إن شاء الله، درجات حرارة ما بين ال 35 لل 36، وإن كان الطقس معاها شديد الحرارة إلا إنه بالتأكيد هيكون ألطف بشكل كبير من اللي هنشهده اليوم. والخريطة أيضا بتشير عودة تدريجية مرة أخرى لارتفاع درجات الحرارة من يوم الاثنين القادم، ويمكن تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم على الأقل، والحقيقة ده بيتوافق مع التنبؤات الموسمية اللي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل بداية فصل الصيف وقبل بداية شهر 7، وهو إن الأيام اللي هتكون فيها درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية هيكون فيها زيادة شوية في عدد الأيام دي، وبالتالي الأجواء الشديدة الحرارة يمكن هتكون مستمرة معانا شوية، ده اللي كنا أعلناه قبل بداية فصل الصيف، وده أمر طبيعي ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، لكن يمكن المختلف هذا العام هو زيادة عدد الأيام اللي فيها درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية،
علشان كده دايما بنأكد على كل النصايح اللي بنوجهها للمواطنين في مثل هذه الأجواء الشديدة الحرارة أغلب أيام الأسبوع، وهي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان خاصة خلال فترات الظهيرة، وطبعا مع ارتفاع نسب الرطوبة دايما نكون حريصين على التواجد في أماكن جيدة التهوية. ده بيقلل كتير إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة، وكمان فتح النوافذ خلال ساعات الليل في المنازل ده برضو بيقلل شوية إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. طيب يعني في أي ظواهر جوية يعني غير معتادة هنشهدها النهاردة؟ هو فقط ارتفاع درجات الحرارة، ده الأمر الطبيعي اللي بيكون خلال فصل الصيف. يمكن كمان أغلب نشاط الرياح اللي ممكن نشهده أحيانا في فصل الصيف بيكون غير مثير للرمال والأتربة، لكن وارد بكرة مع تغير مصادر الكتل الهوائية اللي هيؤدي بالفعل نشاط نسبي للرياح على أغلب الأنحاء، ممكن بكرة نلاقي بعض الإثارة خفيفة للرمال والأتربة على مناطق سواء من وسط الصعيد أو مناطق من جنوب الصعيد، لكنها تكون غير مؤثرة تماما. كمان لو في حتى شبورة مائية من يوم للتاني بتكون شبورة مائية خفيفة جدا غير مؤثرة، مش بتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية، لكن بيكون انخفاض طفيف جدا، رؤية مش بتقل أبدا عن 6 كيلومتر أو 7 كيلومتر على الطرق السريعة والزراعية، ودي بالفعل بتكون غير مؤثرة بشكل كبير. هو فقط المؤثر خلال الفترة دي هو مسألة ارتفاع نسب الرطوبة اللي كلنا حتى ملاحظينه، وخلال ساعات الليل في المنازل طبعا مع عدم وجود نشاط للرياح بيكون احساسنا كبير جدا بارتفاع نسب الرطوبه. صحيح. علشان كده بنأكد على فتح النوافذ خلال ساعات الليل والتهويه الجيده طبعا. بالظبط تمام. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياسي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. القاهرة متوقعة العظمى فيها تكون 39 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 39-26، الإسكندرية 32-23 والعلمين الجديدة 32-22، مطروح 31-23، دمياط 35-24، بورسعيد 35-24 أيضا، والإسماعيلية 40-27، أما السويس 38-24 والعريش 35-23، كاترين 34-16 وطوبة 36-26، حلايب 37-29، شلاتين 40-28، شرم الشيخ 39-30 والغردقة 40-30، الفيوم 39-24، بني سويف 40-25، الوادي الجديد 43-26 وأسيوط 41-25، سوهاج 41-26، قنا 42-29، الأقصر 42-29 أيضا، وأسوان 43-29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. دلوقتي عودة مرة أخرى لجوانا ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر.